سبب وتفاصيل القبض على شوق الهادي. اهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتشر خبر القبض على شوق الهادي الممثلة الكويتية بتهمة المخدرات، وتم إلقاء القبض على شوق الهادي أثناء تواجدها في المطار بعد عودتها من الدول الأوروبية، متجهة إلى موظف المطار ليقوم الأخير بإعطائها جواز السفر وإلقاء القبض عليها بسبب تهمة حيازة المخدرات التي تعود إلى عام مضى. ليتم إحالة شوق الهادي إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معها. والممثلة شوق الهادي هي ممثلة كويتية ولدت في 3 من ديسمبر عام 1996 في دولة الكويت، وتبلغ من العمر 26 عاما. نشأت في عائلة فنية إعلامية عرفت بمكانتها في البلاد، ونالت الممثلة شوق الهادي على شهادة الثانوية العامة لتدخل عالم التمثيل في سن صغير مع شقيقتها فرح عام 2007، وما تزال اليوم تقدم أعمالها، ومن أبرزها مسلسل أم البنات وليلة العيد والكثير من الأعمال الفنية. وشوق الهادي اشتهرت بإحدى أشهر الممثلات في الوطن العربي، شاركت في سلسلة من الأعمال المختلفة بين المسرح والتلفزيون، ومن خلالها التي نالت شهرة واسعة.